السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه التفوق بامتياز. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو كونترول ديليكتور ديال لو شابيتر 7 ديال لوغمون ايليتيت اون فوا ان فيو كوبل اورو ديال الكاتب المغربي محمد خير الدين، واللي خاصه بالناس ديال الثانيه بكالوريا متمدرسين او احرار. ديجا حطيت لكم الفيديو اللي فيه الريزومي تاع هاد لو شابيتر 7، ودابا غنديروا الكونترول ديليكتور باش نراجعوا احداث اللي كاينين في هذا الفصل السابع. اي واحد استفاد من هذا الفيديو يدعم على الاب ديالي بالرحمه والمغفره وجميع الاباء ديال المسلمين، ونبداو على بركه الله الكونترول ديالنا. لو شانوار اي لاند وشعيب تو دو مور دوبوي كالكو طون، داك القط الاسود ديال بوشعيب وداك الحمار ديالو بجوج ماتوا هذه مده. هاد المعلومه هادي صحيحه بصح ماتوا لي هاد جوج ديال الحيوانات، يعني مات لي داك القط اللي كان مربي وحتى داك الحمار اللي كان عزيز عليه بزاف. لي موسو افي ايتي موفيز، يعني الحصاد من بعد من الانتهاء ديال فصل الصيف ومن بعد ما قاموا بالحصاد يعني كانت الغله يعني سيئه، ما كانش المردود كبير. هاد المعلومه هادي خاطئه، بالعكس كان المردود جيد هاد السنه هادي. لو شارو ديسباغو ابري افوار ابان توشي اسا نوريتور، من بعد ما بوشعيب مات لي داك القط الاسود ديالو وداك الحمار، جاب واحد البغله وجاب واحد القط واحد اخر، واحد الان شارو اللي اللون ديالو ما بين الاحمر والصفر، المهم واحد القط جديد جابو باش يغومبلاسي داك القط اللي مات لي. هاد القط هذا اللي جابو جديد يعني يلاه بدا كيقرب الماكله ديالو بغى ياكل، هو يغبر ما بقاش كيدور في الدار ديال بوشعيب، وهاد المعلومه هادي صحيحه غادي نديرو فغي. بصح داك القط الجديد اللي جاب بوشعيب اختفى من الدار. بوشعيب افي كونفي كالكو كوبي دو سي بويم احمد، بوشعيب كيف شفنا في لي زوطخ شابيتخ ان بوشعيب قرر انه يكتب القصائد الشعريه، وعطى بعض الاوراق يعني داكشي اللي كتب ديال القصائد الشعريه عطاهم، عطى نسخ لحماد باش يقراهم. هاد المعلومه هادي خاطئه 100%، قلنا هاد حماد هو واحد الشخص خطير اللي كان في قبل ما يجي الاستعمار، قبل ما فرنسا تستعمر المغرب، كان حماد داير واحد الروباله في داك لو فيلاج كيقتل الناس، يعني كان في واحد العصر ديال السيبه، يعني كيقولوا انه قتل 100 واحد ويقدر يقتل غير واحد الا شاف ليه في الزوجه ديالو. قلنا هاد حماد هذا شخص خطير، وتا واحد ما كيبغي يقرب ليه دابا حيت عارفينو اش كان كيدير. يعني هاد المعلومه خاطئه، بوشعيب ما كيدويش كاع مع هاد حماد نهائيا. الإمام أدوغ لي بوام دو فيو، الإمام ديال الجامع، الإمام ديال الجامع يعني عجبوه بزاف دوك القصائد الشعرية اللي كتب بوشعيب، يعني بوشعيب عطى نسخ من داك القصائد الشعرية للإمام ديال الجامع باش يقراهم ويعطيه الرأي ديالو ماشي الحماد، يعني هذه المعلومة الأولى. والمعلومة الثانية أن هاد الإمام هذا من يقرأ هاد القصائد ديال هاد العجوز ديالنا بوشعيب عجبوه بزاف، إذا غادي نديرو هنا فغي. لا نوي لو كوبل سونتي ان ترومبلومون دو تيغ، في الليل لو كوبل بوشعيب والزوجه ديالو حسوا بواحد الهزه ارضيه، حسوا بواحد الزلزال. هاد المعلومه هادي حتى هي صحيحه، غادي نديرو فغي. لو لوندوما لو كوبل ابخيغ لا ديستركسيون كومبليت دو فيس، من بعد يعني في اليوم الموالي لو كوبل بوشعيب والزوجه ديالو عرفوا بان المدينه ديال فاس يعني دمرات بالكامل بسبب ديال هاد الزلزال هذا. هاد المعلومه هادي خاطئه، غادي نديرو هنا فو، ماشي المدينه ديال فاس وني المدينه ديال اكادير، يعني عرفوا ان المدينه ديال اكادير دمرات كليا بسبب ديال داك الزلزال اللي حسوا به هما سابقا. لي زابيتون دي فيلاج كخوا كو لو ترومبلومون داكادير اي اون بونيسيون دو ديو، السكان ديال داك الفيلاج لي فيلاجوا كيظنوا ان هاد الزلزال هذا اللي جا لاكادير هو عقاب من عند الله. هاد المعلومه هادي صحيحه، غادي نديرو هنا فغي. بوشعيب اكسبليك لو ترومبلومون دو تيغ سيونتيفيكمون، بوشعيب فسر هاد الزلزال هذا اللي وقع علميا، يعني بدا كيفسر الناس ديال الدوار كيفاش كيوقع الزلزال، حيت هما قالوا مادام وقع الزلزال الا الله كيعاقب دوك الناس وداكشي على دوك الافعال ديالهم وداكشي، ولاني بوشعيب فسر هاد الظاهره هادي علميا، وهاد المعلومه هادي صحيحه، غادي نديرو هنا فغي. Les villageois préféraient voyager aux villes du nord pour chercher une fortune. Les villageois سكان ديال هاد المنطقة هادي فضلوا أنهم يمشيو يسافروا للمدينة، يعني يمشيو يسافروا للمدينة الشمال ديال المغرب باش أنهم يمشيو يقلبوا على
ثروه. هذه المعلومه هذه خاطئه، بالعكس هما قرروا انهم يبقاو في المنطقه ديالهم على انهم يمشيو لهذوك المدن ديال الشمال. Après une longue attente, les paysans se réjouirent des pluies. من بعد واحد الانتظار اللي كان طويل بزاف، الفلاحه فرحوا بزاف بديك الشتاء اللي صبات. وهذه المعلومه هذه صحيحه، غادي نديرو فغي. Dans les villes du nord régnait la solidarité et la quiétude. في المدن ديال الشمال كيسود التضامن ما بين الناس وداكشي، و لا كيتود يعني السلام ولا سيكوريتي. هذه المعلومه هذه خاطئه، غادي نديرو هنا فو. داكشي علاش ما بغاوش يسافروا الناس ديال الفيلاج، فضلوا انهم يبقاو في الفيلاج ديالهم على انهم يمشيو يسافروا لهاد المدن هادو ديال الشمال اللي فيهم غير الفقر وفيهم الطلبه وفيهم يعني الناس ما كيعاونوش بعضياتهم واخا من دم واحد. فضلوا انهم يبقاو في الفيلاج ديالهم ويتسناو الشتاء ويتسناو انهم الوضعيه ديالهم تحسن على انهم يمشيو يتلاوحوا في هاد المدن ديال الشمال. Dans les villes, la mendicité est devenue un métier, une affaire comme une autre. Dans les villes, في المدن, la mendicité, يعني التسول، ولا واحد المهنة بحال أي مهنة واحدة أخرى، يعني عادي شي واحد كيمشي كيحترف هاد المهنة ديال التسول، ولا شي حاجة اللي هي نورمال. هاد المعلومة هادي صحيحة، غادي نديرو فغي. Dans le village, il n'y a pas de mendicité, il y a des pauvres pourtant qui ne tendent pas la main. في الفيلاج فين ساكن بوشعيب ما كايناش نهائيا هاد المهنه ديال التسول، حتى واحد ما كاين يدير هاد المهنه تاع التسول. il y a des pauvres كاينين الفقراء، واني ما كيقدر حتى شي واحد يعني منهم عندهم كرامه ما كيقدروش يمدوا اليد ديالهم، فقط كيتسناو الزكاه اللي كيعطيوهم الناس. يعني في المدينه كاينين الناس فقراء واني كيمشيو يمتهنوا هاد المهنه ديال التسول، وفي الفيلاج كاينين فقراء واني ما كيرضاوش يمدوا اليد ديالهم. اذا هاد المعلومه هذه صحيحه، غادي نديرو فغي. Les jeunes gens qui n'ayant appris aucun métier et ne trouvant aucun emploi devenaient des mortiers. Les jeunes gens, الشباب ديال اليوم اللي ما عندهم qui n'ayant appris aucun métier, اللي ما تعلموا حتى شي حرفه، et ne trouvant aucun emploi, ما كيلقاو حتى شي خدمه، يعني مشاو للمدينه ما عندهمش الحرفه وما عندهمش يعني خدمه اللي غادي يخدموها، كيوليو قتله، يعني كيوليو قتله وشفاره وبزاف ديال الحوايج. هادشي هذا اللي قال لنا بوشعيب. اذا هاد المعلومه صحيحه، غنديرو فغي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الكونترول دو ليكتور. ما تنساوش تدعوا على الاب ديالي بالرحمه والمغفره وجميع الاباء ديال المسلمين. والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.